لله بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم. الحمد لله عز وجل اللي أعطانا الثروة وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد. فقط يضعون هدف ويحققونه في كل استفتاح وقد يجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. تلك المحافل العالمية كانت مثل الحلم ولكن تحول إلى واقع. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.